ولنقاش هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه على قضية الأرامل في العراق بالتزامن مع اليوم العالمي للأرامل، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الدكتورة حنان عبد اللطيف. دكتورة حنان، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة. كما تعلمين، في اليوم العالمي للأرامل ما قالته لجنة المرأة البرلمانية، والتي أشارت إلى أن أعداد الأرامل في العراق تتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين أرملة، وهذا في الحقيقة رقم ضخم جدا وله انعكاسات لا شك خطيرة وسلبية على المجتمع العراقي، حيث أن من بين هذه الأرامل من لهن العديد من الأطفال وبالتالي تعيل هذه العوائل. هل ثمت انعكاسات لهذا العدد الكبير؟ نعم، أولا هذا الرقم الكبير يظهر مدى حجم الجرائم والانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب في العراق ويكون ضحاياها النساء والأطفال طبعا. وانعكاسات هذا العدد الكبير نراه في ارتفاع نسبة الفقر في العراق التي وصلت إلى أكثر من ثلثة، ونستطيع القول بأن كل هذه النسبة هي من نصيب أرامل وأيتام العراق. وانعكاسات نشاهدها في ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع نسبة عمالة الأطفال وتسرب الأطفال من المدارس وانتشار العشوائيات وانتشار المخدرات بين صفوف الأطفال والشباب. نعم. تقارير دكتورة، تقارير صحفية بطبيعة الحال، لأن الجهات الرسمية بالكاد تعلن عن إحصائيات مهمة. هذه التقارير تؤكد بأن هناك إذلالا حقيقيا للأرامل من أجل الحصول على رواتب بخسة وعلى بعض الضمانات الاجتماعية. برأيك لماذا تهمل السلطات الحكومية في العراق هذه الفئة الضعيفة والمهمة من المجتمع العراقي؟ نعم سيدي الكريم، اليوم الفساد السياسي والإداري الذي انتشر واستشرى في البلد وصل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصل إلى اللجان التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع وأحوال النازحين والعاطلين عن العمل والأطفال وإصلاح هذه الأوضاع، ولجان إعادة الإعمار، بل أصبحت هذه اللجان هي الطريق الأمثل للاستيلاء على أموال الدولة والاقتناء منها. ولأن الفساد موجود من أعلى قمة الهرم، لذلك لا أمل للعراقيين بأي حديث أو تصريح من سياسي أو حزب عن الإصلاح، فالكل يتخذ من هذه المفردة يعني لعبة للضحك على ذقون العراقيين وخداع المجتمع الدولي. فالفساد هو سبب تهميش هذه الفئات الضعيفة في المجتمع، النساء والأطفال الأرامل والأيتام. نعم. إذا لم يفكر المسؤولون في هذه الفئات الضعيفة والمهمشة، بماذا يفكرون ولماذا يخططون، ولا سيما أنه لا وجود لمشاريع من شأنها تعزيز أوضاع الأرامل وانخراطهن في الاقتصاد بدلا من هذا التهميش وهذا النوع من يعني عدم القدرة على التعاطي مع قضيتهن؟ نعم، يعني احنا اليوم نجد أن الدولة العراقية هي دولة عصابات محافظاتية تعمل وفق مبدأ قدم لي خدمة أقدم لك خدمة، أي إنهم ليسوا برجال دولة يعملون على النهوض بالبلد وبشعبه، ولا يتألمون لأوضاع شعبهم، وليس لديهم خطط واستراتيجيات 20 أو 30 سنة قادمة، وهم يرون العراق منذ 2003 ولليوم يصنف دائماً في ذيول قوائم الإحصائيات في مجال التعليم والصحة والعمران والزراعة والصناعة، ومع ذلك لا يتأثرون لأنهم رتبوا أمورهم في الدول التي يحملون جنسياتها. وقالها يعني حيدر الملا قبل أكثر، السياسي البرلماني السابق حيدر الملا قبل أكثر من 8 سنوات قال إذا حدثت حرب أو أي أمر جلل يحدث في العراق فإن جميع الطبقة السياسية ستغادر العراق مع عوائلهم إلى الخارج، لأنهم مرتبين أمورهم. في النهاية هذه الحكومات أمرها ليس بيدها، بل بيد المستشارين الإيرانيين الموجودين في كل وزارة عراقية. يعني انظر إلى أوضاع الشعب العراقي، آسفة، انظر إلى أوضاع يعني الشعب الإيراني والنساء الإيرانيات وقارنة في العراق، فتجد أنه لأنه نحن نعيش تحت النفوذ الإيراني، ف
يعني نعاني من هكذا أوضاع. هل هناك دكتورة باعتقادك نوع من العقاب تمارسه السلطات الحكومية ضد هؤلاء الأرامل الذين هم في الواقع يعني هم أرامل لمن غيبوا بالقتل والتشريد والتغييب القسري منذ عدة سنوات، وبالتالي قد تفكر السلطات الحكومية كما يعتقد مراقبون بمعاقبة هذه العوائل وهذه هؤلاء الأرامل؟ نعم، هو يعتبر ايضا نوع من العقوبات ونوع يعني هذا التهميش هو لهؤلاء الأرامل ولأبنائهن، هو بحد ذاته نوع من العقوبات، خاصة ان معظم هذه الأرامل من محافظات الغربية والموصل، من المناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية ولإرهاب تنظيم داعش واحتلال تنظيم داعش، فنجد أن الحكومات العراقية تركنا هؤلاء النسوة لعقوبات الفقر وانعدام المعيل وأيضا مشكلة الجهل وعدم التعليم والسكن، فيعني معظمهم يعيشون إما مع أهاليهم أو يعيشون في بيوت عشوائية ومناطق بعيدة عن المدنية وعن رقابة القوات الأمنية الحكومية، فجعلهم عرضة للجرائم والانتهاكات ولجرائم مدمني المخدرات، بالتأكيد هي نوع من العقوبات. نعم دكتورة، هناك من المنظور الاجتماعي الكثير من التحديات التي تواجه الأرامل في العراق، لكن هل من سبيل لوسائل وسبل مواجهة هذه التحديات الكبيرة؟ لأنه كما قلنا معظم الأرامل ممن يعني يقومن بإعالة أسر كبيرة، يعني متى ما توفرت الإرادة الحكومية الحقيقية بتصحيح أوضاع هؤلاء النسوة وتوفير البرامج والآليات لهن ويعني عمل يعني توفير برامج تعليمية، توفير برامج تأهيلية، توفير فرص العمل لهن. اليوم يعني نجد أن الطلبة خريجو الجامعات والمعاهد يعانون من البطالة ويعانون من الابتزاز عندما يتقدمون للعمل في دوائر الدولة وفي كل المؤسسات الحكومية، فكيف بهؤلاء النسوة التي ليس لديهن يعني مقومات العمل، يعني ليس لديهن شهادات، ليس لديهن يعني دعم من الدولة، هناك تهميش وإهمال حقيقي من الحكومات العراقية لهؤلاء النسوة. أشكرك جزيلا المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الدكتورة حنان عبد اللطيف.